بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الحادي عشر من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه بير بروجرامينج أو البرمجة الثنائية. يعني إيه يا جماعة بير بروجرامينج؟ طبعا واضح من الكلمة بير بروجرامينج يعني برمجة ثنائية. يعني إيه؟ يعني اللي بيقوم بالبرمجة اتنين بس. يعني إيه؟ اتنين مبرمجين. وهنا بيقول لك يا جماعة في الاكستريم بروجرامينج عادة ما بيبقى اتنين مبرمجين بيشتغلوا مع بعض ويبقوا قاعدين مع بعض بايه، بيكتبوا الكود سوا، بيطوروا الكود سوا. طيب هل دي ليها ميزه؟ طبعا ليها ميزه، مش كده؟ ايه ميزتها؟ تخيل كده اتنين بيكتبوا الكود سوا، إيه الاخطاء تكتر ولا تقل شويه؟ لا طبعا تقل. ليه؟ لان في اتنين قاعدين ايه، يكتبوا الكود سوا، وكل واحد بيدي خبرته، وكل واحد بيقدر ها ايوه يشوف اخطاء التاني، مش كده يا جماعه؟ طب واصبحت المسؤوليه مشتركه، صح ولا لا؟ واصبحت المسؤوليه بقت جماعيه دلوقتي ما بين اتنين. معايا يا جماعه؟ خلي بالكم اكيد في ميزه في الكلام ده، مش كده؟ طيب وايه كمان يا جماعه؟ ودلوقتي بقى اللي بيكتب الكود وبيكتب الاكواد بقوا اتنين مش واحد، اللي بيبص على الكود اتنين مش واحد، الاخطاء قلت. جميل، يبقى اذا نقرا مع بعض الكلمتين دول بيقول ايه بقى؟ In extreme programming, programmers work in pairs. In pairs معناها ايه؟ في ثنائيات. sitting together to develop code، يعني الاثنين بيبقوا قاعدين مع بعض عشان يطوروا الكود. طيب بيقول لي بقى يا جماعه دوت بيؤدي الى مسؤوليه مشتركه. طبعا لما تحس ان الموضوع بقى مسؤوليه ليك عليك والتاني برضه حاسس انها مسؤوليه، اصبح ايه يا جماعه؟ اصبح بقى في شيرنج للنولج، كل واحد يقول اللي عليه وكل واحد بيدي كل اقصى امكانياته واقصى طاقته. ممكن في الحاله ديت يبقى ايه؟ اتبادل النولج، اتبادل المعرفه، نتبادل الاراء، نتبادل الخبرات. كل ده طبعا ميزه، مش كده؟ This help develop common ownership of code and spread the knowledge across the team. بإيه؟ بينشر المعرفة ما بين التيم. طب إيه كمان يا جماعة؟ It serves as informal review. شفت الحتة دي خطيرة جدا، لكن informal review أصبح في مراجعة غير رسمي. غير رسمي يعني إيه؟ يعني مش مراجعة ومش مراجعة، مش كده ولا إيه؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي الاتنين عينيهم على الكود والاتنين بيراجعوا، فأصبحت review مراجعة، testing اختبار، صح؟ as each line of code is logged at by more than one person. يعني دلوقتي كل واحد ما عادش الكود واحد بس اللي بيبص له، لا ده في اكتر من واحد عمالين ايه يدققوا فيه. جميل، تعالوا بقى ايه نسرد بقى ايه الادفانتجز، المميزات للبير بروجرامنج مع بعض. نقول ايه ادفانتجز اوف بير بروجرامنج؟ ايه مميزات بقى البير بروجرامنج معايا؟ ده بيدعم المسؤوليه المشتركه، مش كده؟ الاثنين بقوا مسؤولين وريسبونسابل، كل واحد فيهم ريسبونسابل، مسؤول عن النظام. تخيل كده بقى لما يكون اتنين مسؤولين على النظام، كل واحد هيدي اكتر طاقه عنده، مش كده؟ It supports the idea of collective ownership and responsibility of ايه for the system. كل واحد بقى مسؤول عن النظام. معايا يا جماعه؟ جميل. طيب وزي ما احنا قلنا قبل كده، انا بس باكد لك تاني، اصبح في حاجه اسمها informal review. يعني ايه؟ ايوه مراجعه غير رسمي. الاثنين بيبص على الكود واصبحت مراجعه، بيتم اختبار، بيتم يا جماعه، مش كده؟ الاثنين بيختبروا البرنامج. جميل، ايه كمان؟ في حته خطيره جدا، لا ات هيلب سبورت ريفاكتورنج. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بتدعم عمليه اعاده التنظيم. يعني ايه؟ انا مبرمج بكتب الكود اهوت، المبرمج اللي قاعد جنبي بيقول لي لا خلي بالك الكود دوت انت مكرره، لا ده مش ويل ستراكشر، مش مكتوب كويس، اكتبه بالطريقه الفلانيه. معايا؟ فبيعمل اعاده وحسن تنظيم. الاثنين بيجتمعوا مع بعض على قرايه كود وكل واحد بيقول رايه. يقول لك لا خلي بالك الكود ده مش مكتوب كويس، لا خلي بالك انت مزود اتريبيوتس مالهاش موقع هنا. لا خلي بالك انت ممكن تعمل كولينج للميثودز من الحته دي بلاش تكتبها. معايا؟ كل واحد بيدي للتاني ايه؟ تحذير وخلي بالك. مش كده يا جماعه؟ It helps support refactoring which is a process of software improvement. ده طبعا بيؤدي الى تحسين مين يا جماعه؟ بيؤدي لتحسين السوفت وير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.